هذه القصيدة مهداة إلى الأخ الشيخ ورجل الأعمال رضوان بن صالح الوائلي. كلمات الشاعر عايض بن علي بن عدوة القحطاني. أداء المنشد محمد آل شايب. مما عريف حالا الناس رضوانا وفا حتى ميمس ميحا تمزي من أهلك قبوه مدته تقضي على الفقر وتجيب الغنى بعدي مدت وحده ما يخيب من دعوه.